السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعضينا كبدة بدبس الرمان. انا معايا كيلو كبدة فراخ غسلاها وحط لها شوية ملح وفلفل اسود وعصرت عليها ليمون وسبتها لما تتصفى، ومعايا ازازة دبس رمان، معايا الملح وفلفل اسود، ومعايا الثوم. هي انا مش محتاجة لها الا بس هاخد معلقة ثوم واقوم حطها تكايه كده. انا بعملها في الكبده عشان ما تتهريش منكم وانتوا جايين تعملوها. انا بغلي ميه وبحط فيها حبهان، احط فيها ملح، وانا حاطه شويه ملح وفلفل اسود في الفراخ، في كبده الفراخ، واقوم حطاها سقطاها كده. مسكاها والكبده يا جماعه ما بتتقلبش كده. اول ما تغلي حطيتها من ميتها اهي، بص بقت شكلها ايه، ماسكه نفسها ازاي. بجيبها كده احط معلقه ثوم، معلقه ثوم صغيره مع حبة زيت، حبة زيت، وهم مشوحينهم زي كده. اديني خلاص كده كده بصوا تبس الكبده بتبس الرمان بقت جميله ازاي. بصوا شكلها شربت تبس الرمان بتاعها وبقت في منتهى الجمال. بص ادي الكبده اتغرفت اهي، ادي طبق الكبده وطبق الرز جنب منهم، وده كده بيتقدم وده شكله النهائي. وبالهنا والشفا.